بعض الهوايات أدواتها غير متوقعة. كالمعتاد كانت الأسلحة تستخدم في القتال، لكن أصبح لها الآن استخدام آخر في هوايات بعض القطريين. نجد في لعبة البولينج ما لا تألفه العين من قبل، إن أول الكرات التي استخدمت في هذه الرياضة كانت طلقات المدفع. عبد الرحمن هو عضو في منتخب قطر الوطني للبولينج. طبعاً لعبة البولينج هي رياضتي المفضلة. بمهاراته يمكنه أن يهزمك بكل سهولة. اللي حبيتها في لعبة البولينج إن هي رياضة تحتاج للتركيز والدقة، وأقدر أقضيها في وقت الفراغ طبعاً. الشيء المفضل في البولينج إن أنا أحب البولينج وأحب أمثل بلادي. يعد البولينج من أكثر الرياضات شعبية في العالم، وهي تنمو بصورة سريعة في دولة قطر. يتوفر في نادي قطر للبولينج 32 ممر مزوداً بخاصية إعادة ترتيب القوارير آلياً، مما يوفر عدد لا يتناهى من القوارير لضربها. والنادي أيضاً يعد منزلاً للمنتخب القطري لرياضة البولينج، وعبد الرحمن عضو فيه. بديت لعبة البولينج من يوم كان عمري 7 إلى 8 سنين. ابتديتها في نادي الصقر وتطورت اللعبة بالنسبة لي، وانضميت إلى مركز قطر للبولينج. شافني اللاعب علي بجسوم وقال لي أنت عندك موهبة، وانضميت لمنتخب قطر للناشئين سنة 2005. إجازاتي مع منتخب الناشئين كانت البطولات المحلية، عندي 3 ذهبيات البطولات المحلية، وعندي فضيتين وبرونزية. بعد 3 سنوات انضم إلى ناشئي منتخب قطر الوطني، وهذا يتطلب منه الكثير من التفاني والجهد ليكون بارعاً إلى هذه الدرجة. وقت الكلية، وقت دراسة أبتدي فيها من 7:30 الصبح لين 2 الظهر، وبعدين عندي وقت راح أرتاح فيه 2 ساعة، وبعدها أجي لبيتي الثاني اللي هو البولينج وأتمرن عشان أطور نفسي. نتمرن 5 أيام في الأسبوع، عندنا تمارين صباحية اللي هو في يوم واحد يكون يوم السبت، وتمارين مسائية نتمرن على حوالي 3 ساعات. احنا الفريق نعتبر نفسنا كلنا أخوان، نعتبر نفسنا في بيتنا الثاني اللي هو في الصالة. ما في فرق بين لاعب البراعة ولاعب فريق الأول، بالآخر كلنا نمثل منتخب قطر. البولينج لعبة ممتعة جداً، ولكن رمي الكرة بالطريقة المطلوبة والصحيحة يتطلب جهداً كبيراً. طبعاً برنامج تحليل الحركة في لعبة البولينج، لعبة البولينج تحتاج للاعب 5 خطوات، اللي هي الخطوة الأولى تأخذها، والخطوة الثانية تدفع الكرة إلى الأمام، والخطوة الثالثة تنزل الكرة ورفعها إلى فوق اللي هي تكون حركة السوينج. طبعاً في النقطة الرابعة أنت تكملة، والخامسة وانت نازل اللي تسويها والسلايد وتعمل ريليس الكرة توجهها نحو التارجت. هناك محاولتان لدى اللاعب الواحد في كل جولة لكي يطيح بالقوارير. الضربة هي عندما يطيح اللاعب بكل القوارير من أول رمية في أي جولة. أفضل نتيجة ممكنة في اللعبة هي 300 نقطة، وهذا يحدث فقط في حال حقق اللاعب 12 ضربة متتالية، وتعرف باللعبة المثالية.
يستخدم فريق قطر الوطني التكنولوجيا من أجل تحسين أساليب اللعبة. نحط لزقة أصلاً عشان نعمل غراءة لدوران الكرة ونعرف الزاوية، زاوية نزول الكرة من اليد، بعدين يتم تصويرها، بعد التصوير نحطها على برنامج عندنا اسمه خارطة البولينج، فبعدين نحلل كم دوران لاعب عنده في الكرة والسرعة وموقع نزول الكرة من اليد. هنا طريقة رمي الكرة من الجنب، ونحدد احنا على التعديلات، مثلا اذا المرجحة عنده عالية او واطية يتم تعديلها مع رؤية اللاعب نفسه للحدث في اللحظة نفسها. على الرغم من انه لا يبدو كذلك، فان البولينج رياضة مجهدة للغاية. تظهر الدراسات أن لعبة البولينج تساعد على إحراق الدهون وتنظيم دقات القلب، وكذلك تمرين مجموعة العضلات التي لا تستخدم غالباً. رياضة البولينج هي رياضة ذهنية وبدنية، تقدر تكون رياضة ذهنية. طبعاً إحنا قبل البطولات نرتب أفكارنا، لازم نكون جاهزين للبطولة، وطبعاً بدنية لازم تروح للجيم، طور عضلة اليد، عضلة الرجل، لأنها هي راح تساعدك في لعبة البولينج. رياضة البولينج هي رياضة اجتماعية، أي حد يعني من جميع الأعمار يقدر يلعب هاللعبة، من أم أو أبو، أخت أو أخو، جد أو حتى حفيدة. طبعاً أنا أنصح الناس أن يجربون هاللعبة، أنها هي لعبة ممتعة. منذ آلاف السنين تمت الاستعانة بالجسد البشري كأداة قاتلة، ولكن هذه الأيام يتحول كثير من الناس إلى ممارسة الكاراتيه للمحافظة على لياقتهم البدنية. الشيخ محمد آل ثاني يمارس هوايته بجدية. أوقات يعني لما يكون الشغل في تركيز ذهني عالي، أحاول أني أفرغ الطاقة هذه للألعاب القتالية مثل الكاراتيه والجودو والأكيدو. إنه يتدرب منذ أكثر من 10 أعوام، ولديه 3 أحزمة سوداء، منها 2 في الكاراتيه والآخر في الجودو، وهو أيضا خبير برياضة الأكيدو. الشيخ محمد يعمل في اللجنة الأولمبية. في نهاية يوم متعب وشاق يتوجه إلى الخليج الغربي بالدوحة للاسترخاء والترويح عن النفس، غير أن أساليبه في الاسترخاء غير تقليدية بالنسبة لكثير من الناس. والله أنا اللي حببني في قتال الشوارع، يعني كنت صغير كنا نشوف سلاحف النينجا ورسوم الكرتون اللي يعني مثل الأمور هذه اللي فيها فايت، كان مثلا واحد عنده سيف وعنده نشاط، كنت أقول لا والله أنا بهذه المرة أبي أصير مثلا كذا، أبي أصير كذا، أبي أصير كذا. الشيخ محمد لا يؤمن بالعنف، فهو يستغل هذه الأسلحة للمساهمة في تطوير الحركة والتناسق والسلام الداخلي. الحمد لله على كثر ما أدخل رياضات وأتمرن رياضات عنيفة، وكل مرة أعمل رياضة ثانية، على العكس يعني يصير مثلا عندي يعني صبر أكثر وقوة تحمل أكثر، يعني في التحكم في أعصابي. يعني بالعكس العنف ما يولد إلا الكراهية، بتحب الناس تحترمهم هم بيحترمونك لشخصك أنت.
انتقل الشيخ محمد بموهبته إلى مرحلة متقدمة، وهو الآن يدرب الآخرين على المهارات التي تعلمها. في شباب شلون اليوم مثلا لاعبين كاراتيه، وفي مثلا لاعبين جودو اكيدو، نخلي مثلا لاعب من لاعب الاكيدو مثلا يلعب مع الجودو، مثلا الجودو مثلا يلعب مع الكاراتيه، وطبعا كل ساعه نبدل لين مثلا كل واحد ايش يعرف تكنيك الثاني، ويعطي حتى مثلا تكنيكات غير الكاراتيه وغير الجودو. أصبح المزيد من الناس يكتشفون أن ممارسة الفنون القتالية ليست فقط أمراً ممتعاً، ولكنها أيضاً وسيلة رائعة للمحافظة على الصحة واللياقة البدنية. التمكن من الفنون القتالية يتطلب تمريناً مكثفاً، لا يتطلب الأمر مزيداً من المهارات والسرعة فحسب، ولكن أيضاً القوة البدنية. الشيخ محمد يقضي وقتاً طويلاً في صالة رفع الأثقال لتقوية العضلات ورفع مستوى قدرة التحمل. إنه يعمل على تقوية عضلاته وقدرة تحمله بطرق أخرى أيضاً. الشيخ محمد يعلم أساليب متنوعة من الانضباط. لعبة الكاراتيه تتضمن اللكم باليدين. الضربات لازم تكون هي، ما بتكون طبعاً هيك، لازم تكون كذا بتنكسر من المعصم، لازم يضرب فيها ضربات مستقيمة. وكذلك الركل والصد. تضرب. لازم تكون ايدك دفاع، لو مثلا بعد وجهه ضرب مثلا ضربه برجله فوق هاي تكون دفاع. يشمل الجودو اجبار الخصم على الوقوع ارضا باستخدام مجموعه متعاقبه من الرميات. الاكيدو فن دفاعي مختلف، فهو يستغل قوه الخصم الاندفاعيه ضده. اليوم يخوض احد تلاميذ الشيخ محمد اختبار اكيدو يشمل التصدي لأربعة خصوم معاً. طبعاً الحين بتشوفون كيف بنهاجم لؤي هو من غير سلاح وكيف بيدافع عن نفسه. إضافة إلى إعطاء التعليمات للاعبي فنون القتال القطريين، فإن الشيخ محمد يرعى أيضاً أبطال الغد في الدولة. هؤلاء الأطفال يستغلون فنون القتال من أجل المرح وكوسيلة لإبقاء اللياقة البدنية عالية، وهي أيضاً تعزز الانضباط وروح التنافس في حياتهم المستقبلية. هي لمح، إذا الخصم ضرب ضربة قوية حق اللاعب ينطرد منها، إن هي أصلاً عبارة عن كيف نقاط معينة أنت تصيبها، إن اللعبة تعتمد أكثر شيء على الذكاء العقلي، يعني حاولت اللاعب فيها يستخدم فيها ذكاء أكثر ويستخدم فيها عضلاته،
نبيها نحاول مثلا ايش ان يعلمون حتى اللاعب اللي كان يقول صغير انه هي كيف يتحكم بتركيز انه ما يغضب. والله الاعمار اللي يعني اللي انا شفته مثلا اللي يقدرون يستوعبون فيه الالعاب القتاليه يعني في اكثر من انديه واكثر من اماكن التمرين تقريبا انا شفت من يعني من 5 لـ 7 سنين. بس يقدر يبدا 8 سنين لا يكون يعني تقريبا جاهز انه مهيئ انه يقدر يستوعب التمارين يعني من 5 صغير وانا يعتبر زين جيد. رسالتي للجمهور طبعا اللي يسمعني ويشوفني لا مثلا يعني يفكر ولا يقول لا انا لازم ادخل الرياضه هذه لازم اتقنها ولا وتكون صعبه وتكون كذا وصعب على نفسه. هي رياضه مثل اي رياضه لا تعتبر انها رياضه اني لا لازم اكون خبير فيها لا اعتبر انك ايش مثلا تغير روتينك اليومي تتعرف على ناس جدد. اول شيء صحه لك بعد عندك صحه الحمد لله اخذت صحه جيده صار عندك لياقه ووزنك نزل واكلك جيد بعد عندك استطاع انك ايش انك تزيد الحمل على نفسك مثلا تطور نفسك مثل انك تكون فيها يعني خبير فيها. وأخيراً سوف نكشف كيف أن الأسلحة النارية لا تستخدم في الصيد أو في أثناء الحرب فقط ولكن يمكن أن تكون أداة تسلية أيضاً. يستمتع خالد راشد المهندي بإطلاق النار على الأطباق الطائرة فهو يحب ممارسة هذه الهواية. بديت تقريباً في سنة 2005 كرامي بس أول ما دخلت اللي هو البندقية فما صلح لي الوضع هناك. أول سنتين أثبت نفسي وكان في بطولات محلية هنا بالدوحة وخارجية أيضا أثبت نفسي فيها فهل يعني من هالش من هالمواضيع هذه قرر إني أنا أدخل فريق والحمد لله. المدرب أحمد مسؤول عن رعاية الجيل الجديد من الرماة. الاتحاد يعول على خالد إنه يكون هناك بطل من الأبطال. خالد له طموح زي ما للكل طموح انه يكونون لهم بصمه في الاتحاد. الحقيقه رئيس الاتحاد دائما يوجهنا بتوجيهاته دائما اللي هي المثمره الحقيقه في ان احنا نكون دائما رعاه للناشئين او نشئ او الشباب او الرجال حتى. يعتمد على المدرب نفسه هل هو يقرر ان يدخلك الفريق او لا وعلى الشيء الثاني الاداريين والاداريين ايضا يقررون لان هل لان الرمايه انضباط والتزام ما يحبون يدخلون اي حد يعني مستهتر او ما سيفتي. اهم شيء يعني ان الواحد يكون في رمايه يعني هاي اسلحه يعني احنا ما نلعب السيفتي مهم جدا يعني. طبعا بالنسبه للرمات احنا دائما نركز على مساله اللي هو كيف يكون طبع الرامي. طبعا هذه تعتبر عمليه سيكولوجيه نوعا ما بالاضافه للتدريب اللي هو التدريب الفعلي على سبيل المثال انه بطوله قريبه شلون تعد الرامي انه يتاهل للبطوله القريبه شلون يؤدي خلال البطوله شلون تريح الرامي خلال هذه البطوله. لازم المومنت مالك لازم يكون مع بعض. جليت الطبق راح انا راح عنك انت ما سويت المومنت هذه معك. يلا اوكي اوكي يلا. طبعا بالنسبه حق الشباب احنا بنعلم الشباب انه لازم يكون عندك الحس الركود او الرامي لا يحتاج انه يكون عضلي جدا او يكون مثلا والله هو حركي جدا لا يتطلب الرامي الركود يعني تلاقي جسمه نحيف ولكن بطل.
وبخصوص يعني التمارين الخاصه اللي وانا اتمرنها يعني اللي هو الجيم والسباحه ومن هالاشياء، هاي شيء يخصني وانا. مو بالاتحاد يجبرني على هالشيء، بس المهم يعني بالنسبه لي يعني هالرياضات تساعدني، لان العقل السليم في الجسم سليم، فما بالك يعني لازم يكون واحد في حاله جيده في جود شيب يعني. يسهم برنامج لياقة بدنية مكثف في بناء العضلات، وهذا شيء مهم حين يتعلق الأمر بالتعامل مع سلاح قوي كبندقية الصيد. ولكن ليس الجسد هو الوحيد الذي يحتاجه خالد إلى إبقائه في حالة ممتازة. الواحد لازم يتطلب منه أن يكون يعني ظهره قوي وبطنه قوي لتفادي أي إصابات. بعض الرماح عندها أكثر إصابات تمتيهم خاصة في الظهر، والكتف. فنصيحة لهم لازم يتمرنون ويقوون هالعضلات، وإذا ما قووها يمكن تجيهم إصابات أو يمكن مضاعفات مع هالإصابات، فيضطر إنه يهدي الرماية أو يترك الرماية. على الرغم من أن الحمام استخدم منذ عام 1921، فإن الأهداف لا تزال تسمى طيوراً والإصابات تسمى قتلاً. بندق بارتا دي تي 10، هذا البندق مخصصة حق رماية الاسكيت، لأن من كثر الرماية يجمع اللي هو فيها الكربون من الطلقات، مع الرماية تأثر، لأن هذا الله يسمك هي اللي تتحكم في الدرز. كل ما كان نظيف كل ما كان الدرز خروجه من البرة صح. مهم جدا انك تنظف البرة. قد يسبب لها صدى او الحلة، فلازم تتأكد اول باول انه ما في اي شوايب عليها. واخر شيء حق البرة اللي هو الجريز بعد ما ننسى منه، يعني انه وايد مهم. الله يسلمك، التريجر جروب، اللي هو اللي فيها الزند، هذا اللي يطلق الطلقات اللي هم البندقية، لازم تكون حافظ عليها، لأن أغلب الأعطال اللي تواجه الرماح من هذا المكان، فلازم تكون جيدا محافظ عليها، ولازم تشيك على الآي اللي فيها والجريس. الخشب خاصة الستوك هذا، هاي كاستم ميد، يعني صناعة خاصة لي. رايح بلاد المصنعة، أخذ مقصة يدي يلائم رمايتي، يعني شغل خاص بي أنا، ما حد يقدر يرمي فيها، حتى لو غير رمى فيها يعني بتكون عليه مشكلة. يعني عزيزة جدا، يعني مثل الخيل بالنسبة للخيال، إذا الخيل جيد يعني خيال بيكون ناضج ايضا جيد، لازم يكون يعني بحاله جيده طول الوقت. وصيانه البندق هاي اعتبرها جزء من هالشيء. تقريبا الحين البندق صارت بالنسبه لي تقريبا كملت 3 سنوات. هذه دعوة من الاتحاد الرماية القطري، للجمهور، بأنهم لمن يرى في نفسه أن يكون رامي أو يحس بأبنائه أنهم عندهم طموح أن يكون بطل أو رامي أو غيره، فيتوجه لنا، وإحنا على الرحب والسعة إن شاء الله راح نفتح أبوابنا لهم وما راح نقصر مع أي كان منهم.